للحديث فيما يتعلق بهذا الملف ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف. مرحبا بك سيد فاضل. يعني هناك مؤشرات كثيرة تدل على ضعف المنظومة الأمنية، وبدأ ذلك واضحا من خلال هجمات داعش يعني مؤخرا على صلاح الدين وديالة وكركوك أيضا. كيف تقيمون يعني إدارة الملف الأمني في هذا الوقت، وكيف تابعتم تعاطي حكومة الكاظمي مع الملف الأمني؟ تفضل. سيد فاضل هل تسمعني؟ نعم بدنا تحية طيبة لك رويدة ولمشاهدي قناتكم الكريمة، وتهنئة مباركة لانطلاق قناتكم الكريمة. شكرا جزيلا. تفضل. نعم أسمعك رويدة، هل تسمعيني؟ أسمعك نعم تفضل. تسمعيني الآن؟ أسمعك. يعني أولا سيدة رويدة، أولا دعنا نتكلم بشيء من التفصيل. لكل محافظة ملابساتها، فالخروقات التي حدثت في صلاح الدين والتي حدثت في كركوك لديها أسبابها. هناك أسباب إدارية وهناك أسباب خارج عن الإدارة. الأسباب الإدارية أولا التبديل لمناصب الاستخبارات في محافظة صلاح الدين. يعني تم تبديل مدير استخبارات السابق اللي هو اللواء أحمد الزرقاني. هذا التبديل كان هو الخطأ الجسيم الأكبر لبدء تنظيم داعش بالتشبل وبالتجرؤ بتنفيذ عمليات، لأن المدير السابق كان أولا يدرك ويعي خطورة التنظيم والهيكلية هناك، وهو معتاد على إلقاء القبض وتفكيك الجماعات كلما دخلت في ولايتي دجلة وولاية ما تسمى بولاية صلاح الدين. ولاية صلاح الدين فيها خصوصية لأنها تحدها سبع محافظات حدودية، يعني أولا صحراء حديثة وصحراء نينوى وجنوب شرق كركوك وكذلك مطيبيجة والجلام، فضلا عن ذلك المناطق الخطرة أيضا المتاخمة إلى الأنبار. أما فيما يتعلق بكركوك، فكركوك أولا هناك أس سياسي في المشاكل التي وردت، وأيضا الخطأ الجسيم هو تبديل مديرها. الاستخبارات لا يعوض ولا يمكن أن يتم استبدال مدير استخبارات بضابط شرطة اعتيادي. الاستخبارات خبرة، الاستخبارات معرفة، الاستخبارات علم. لا يمكن التحرش بهذه المناصب لأنها تمثل أمن قومي، تمثل أمن وطني، تمثل مساس بأمن المواطن وأمن البلد. يعني أن الاستخبارات يجب أن تخرج عن الذائقة وتخرج عن المزاجات. هذا من جهة. من جهة ثانية فيما يتعلق بعودة داعش، هناك عدة عوامل. أولا حدود بيننا وبين سوريا 605 كيلومتر، حدود يعني الأجهزة الأمنية الميدانية الحدود مضبوطة نوعا ما، لكن عندما يزل الليلة ستارة يتخذ التنظيم من الليل جملة فيبدأ بالتسلل. فضلا عن الأمن الوضعي، الوضع الأمني عفوا في سوريا وضع هش جدا، يعني عمليات فساد تهريب سجناء، عمليات ضعف للأجهزة الأمنية السورية هناك. يعني قبل نحو أقل من أسبوعين تم تهريب 20 من قيادات التنظيم من جماعة القراتشة، جماعة عبد الله قرداش الذي حل محل المقتول أبو بكر البغدادي. يعني سيد أبو رغيف عذرا، هذا ألا يعد يعني ضعف أو خلل في المنظومة الأمنية؟ يعني مسك الحدود هذا واجب أمني ومن أهم الملف، يعني من أهم الجوانب في الملف الأمني، ألا يعد خرقا هذا سيد أبو رغيف؟ يعني سيدة رويدة بصراحة الحدود، كل الحدود في العالم دائما تكون ضعيفة. يعني نحن لسنا أقوى من الولايات المتحدة. الحدود الأمريكية المكسيكية أوباما رصد مبالغ خيالية تصل إلى مئات المليارات، انتبه إلى الرقم، في سبيل أن ينشئ جدار كبير جدا يكلف دافع الضرائبي الأمريكان مبالغ خيالية. في العراق نحتاج إلى طائرات درون، نحتاج إلى جهد دولي، نحتاج إلى جهد إقليمي، نحتاج إلى كاميرات حرارية عملاقة. شوف رويدة أكو معلومة جدا مهمة. نعم تفضل. التنظيم العملية الأخيرة الإرهابية التي قام فيها بها، أول إجراء كانت من وصايا قرداش، قال لهم اضربوا الكاميرات الحرارية يصفوا لكم الجو والوضع وتقوموا بتنفيذ عملياتكم بكل أريحية. إذا ما المشكلة سيد أبو رغيف؟ أين هذه الكاميرات الحرارية؟ قام التنظيم بالضرب وتكسير و لما لا يتم تنصيبها؟ نعم تفضل. الكاميرات الحرارية تم استهدافها من قبل التنظيم. لا تنصيبها هو أولا قيادة قوات الحدود لديها كاميرات، نصبت هذه الكاميرات
وهي موجودة، لكن نحتاج إلى دراون أخرى، دراون إيرغرافت، نحتاج إلى كاميرات حرارية عملاقة، نحتاج إلى رباية كل 5 كيلومتر، نحتاج إلى سيطرات، نحتاج إلى مفارس جوالة، إلى مفارس ثابتة، إلى دعم الجهد الاستخباري، إلى دعم الجهد الاستخباري فنياً، مالياً، إدارياً، إلى عدم خضوع الأجهزة الاستخبارية إلى المزاجات، لأن الخضوع إلى المزاجات كما حدث في الحقبة الماضية، الحقبة الماضية الوزارة الكابينة المستقيلة أخضعت الأجهزة الاستخبارية إلى مزاجاتها، وهذا ما أدى إلى تدهور وإلى بعض الخروقات الأمنية مؤخرا سيدة رويدة. نعم سيدة أبو رغيف، يعني الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بشر بمهامه كما تعلم رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب متكفلا بمسؤولية كبيرة تجاه أمن الدولة والمواطن أيضا، كيف تقيمون الساعدي بتحمله مسؤولية ملف جهاز مكافحة الإرهاب يعني في وقت لا يمكن اعتباره بالهين؟ يعني سيد رويد، اولا يعني الفريق عبد الوهاب الساعدي يمتلك خبرتان، خبره القتال الميداني وقد خبرناه ومارسناه عبر المعارك التي بدات من 2016 وما تلاها، والخبره الاخرى هي خبره التعامل والتعاطي مع التنظيم الارهابي، لذلك هو يمزج هاتيك الخبرتين، فضلا عن ذلك هو لديه مقبوليه ولديه رضا من الجماهير، وهذا ايضا يعطيه زخم اخر. فضلا عن ذلك الإعادة جاءت بعد ظرف عصيب ألم بالساعدي حينما تعرض إلى ظلم كبير في الحقبة المنقضية، لذلك هذه العوامل ستكون دافع إلى عبد الوهاب الساعدي، لأن أولا يقدم الكثير من العطاء، يقدم الكثير من محاربة التنظيم، يضع خططه العاجلة والسريعة، يعيد تشكيل وهيكلة الجهاز مكافحة الإرهاب طرة أخرى، يعيد الهيبة لهذا الجهاز، يعني يدعم هذا الجهاز. هذا إذا عرفنا أن مصطفى الكاظمي جاء من رحم مؤسسة أمنية حساسة جدا، وسيقوم بدعم الأجهزة الأمنية لأنه يعي ويعلم جيدا أن الدولة عبارة عن أمن وخدمات، إذا استتب الأمن مشت الخدمات بطريقة أريحية. لذلك أعتقد أننا ماضون قدما بقضم التنظيم شيئا فشيئا، هذا إذا عرفنا أن هناك جهد واضح، لكن أتمنى أن تكتمل الحلقة الأمنية من خلال أولا تنصيب الفريق الركن عبد الأمير الشمري في رئاسة أركان الجيش، لأن هذا الرجل يمتلك خبرة واسعة، يستطيع أن يعني يكون أو يكون أجنحة إلى بسط الأمن في العراق وإلى بسط الأمن في بغداد، وإلى وضع خطط سريعة وعاجلة للحؤول دون تعرض أي مكان وأي منطقة في العراق لأي انتكاسة أمنية. نعم السيد فضل أبو رغيف، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية الخبير الأمني من بغداد، شكرا جزيلا لك.